الإسلام ساعة بعد مقتل اللواء جامع جامع في دير الزور كانت كفيلة ببدء ثوار هجوما وصف بالعنيف جدا على كافة مقار النظام في المدينة. بده يسقط لو ما يظل ولا ثوري بالبلاد بده يسقط. العملية التي استهدفت أحد أعمدة النظام السوري كما يوصف أثرت على ما يبدو في موازين القوى شمال شرق البلاد وأحدثت خرقا واضحا بين صفوف قوات النظام بدأته بقطع الكهرباء عن كافة أحياء المدينة بعد مقتل اللواء في الاستخبارات العسكرية بساعات فقط. الله أكبر الله أكبر الفرح مقتل جامع جامع. المشهد الضبابي بين صفوف قوات النظام وفقا لناشطين انعكس محاولات حثيثة من قبل الثوار لإحداث خرق ما على الأرض بدأه الجيش الحر بالسيطرة على مواقع عدة حول كلية الآداب ثم ما لبث الثوار كذلك أن بدأوا هجوما عنيفا على حاجز جميان بحي الصناعة كما أعلنوا تدمير عدد كبير من مدرعات وآليات النظام قرب منطقة شولا كما أكد الثوار سيطرتهم على عدة أبراج في حي الرجدية كان يستخدمها قناصة النظام. تمكن الثوار في محافظة دير الزور بعد مقتل جامع جامع من التقدم بشكل كبير جدا على محور قطاع الرشدية. سيطروا بالفعل أقصد لواء الفاتحون وجبهة النصر وفصائل من الجيش الحر سيطروا على كلية الآداب وعلى فندق السعيد وعلى عدة أبراج في المنطقة. أكبر دير الزور. المعارك امتدت لتشمل أحياء الجبيلة والموظفين وسط تعرض كافة أحياء المدينة لقصف عنيف وغارات جوية. الله أكبر الله أكبر. وعلى وقع الأخبار المتسارعة من المدينة شن الثوار كذلك هجوما مدفعيا عنيفا استهدف مطار دير الزور العسكري المحاصر منذ أشهر والذي يعتبر أهم قلاع النظام المتبقية شرق البلاد. أحداث وصفت بالهمة عسكريا وفقا لمصادر المعارضة فجامع جامع الذي قتل في دير الزور يؤكد أهالي المدينة أنه كان يديرها عسكريا واستخباراتيا ويعتبر الرجل كذلك صلة الوصل بين قوات النظام والقيادة السياسية في دمشق. محمد دغمش، العربية.